نتمنى تكونوا كاملين لاباس عليكم. اليوم بغيتكم ديروا واحد الصدقه جاريه، الله يرحم ليكم الوالدين، ديروها صدقه على ولادكم، على وليداتكم، على والديكم. هذا الفيديو هذا بالذات بغيتكم تبارطاجيوه، الله يرحم ليكم الوالدين، ديروها صدقه خير. كاين اللي ما عندوش مسكين باش يشري هذا الدواء، والوصفه ديال اليوم راه فعاله وتتعالج، وبراو بها الناس بزاف، ناس نعرفهم اللي براو في مره، يعني ما بقاوش يستعملوا الرابوز. كاين ناس مساكين اللي ما عندهمش باش يشريو الرابوز، الناس اللي فيهم الضيقه. الوصفه ديال اليوم راه تتحيد الضيقه مليون في المية، وانا عارفه اش نقول، متاكده لان الناس جربوها وبراو وسهله، ما فيهاش المقادير بزاف. بارطاجيو، الله يخلي لكم وليداتكم، الله يرحم لكم الوالدين، توصل لواحد اللي ما عندوش مسكين، فغادي تديو الاجر بزاف. الله يرحم لكم الوالدين اللي وصلوا هذا الفيديو، بارطاجيه، لربما على يديكم يوصل هذا الفيديو لواحد اخر اللي ما عندوش مسكين الفلوس. هاد الوصفه هادي راه فعاله ومجربه، وجربوها الناس، وجربها العم ديالي، راه دابا اكثر من 8 سنين ما بقاش يستعمل الرابوز نهائيا، وهي سهله سهله بزاف. السيد اللي عطاها لي كان خدام في الصيدليه، ومن واحد النهار تلاقى مع عمي، قال لي اش كاين اش كاين، قال لي شوف دير هذه الوصفه هذه وغادي تبرى. فعلا دابا راه تبارك الله شي 8 سنين ولا اكثر ما بقاش يستعمل الرابوز، قلناها للناس اخرين استعملوها وبراو مليون في المية. ما الرابوز غادي تلوحوه، ما غاديش تبقاو تستعملوه. والوصفه كالتالي، غادي تاخذوا النبق، النبق كي تتشوفوا تتشريو هكا النبق، واحد الرابعه ديال النبق، وتتنقيوه، ما تشريوش مطحون. الا شريتوه مطحون بعض المرات يكون مخلط، فما غاديش المهم ما غاديش يكون مزيان بحال تشريو بحال هكا. النبق تتشريو هكا تطحنوا على يديكم، هانتوما بعض المرات تكون هكا شي وحده مسوسه، تتحيدوها تتنقوه من الزبل، تتمسحوه، تتديو عند العطار تطحنوه، تيطحنوا لكم تتيولي بودر بحال هكا. ضروري تطحنوا عند العطار، لحقاش الا طحنتوه في الدار الماكينه غادي تهرس، فالعطار تكون عنده الماكينه ديال تطحن مزيان. من بعد ما تطحنوا تديروا النبك، تديروا في شي قرعه، تتاخذ نص سيترو ديال اللبن، تنأكد على نص سيترو ديال اللبن، ماشي رابعه، نص سيترو ديال اللبن، تتاخذوا هكا جوج معالق ديال الدقيق ديال النبك من بعد ما طحناه، جوج معالق كبار، تنخلطوهم 21 يوم، وحنا تنشربوا كل نهار نص سيترو ديال اللبن مع جوج معالق كبار ديال الدقيق ديال النبق، تنخلطوهم بالليل، تنأكد تنخلطوهم بالليل، نديرو جوج معالق كبار مع نص سيترو ديال اللبن، تنخلطوهم بالليل ونشربوهم في الصباح. من بعد ساعة المكانة تنفطرو. الناس اللي عندهم مشكل ديال القولون، المصران تيتنفخ لهم بسبب اللبن، من بعد ساعة يفطرو ويشربو شي كينة ديال المصران. الناس اللي عندهم الضيقة وفي نفس الوقت يضرهم اللبن، فمن الاحسن تشربوا من بعد الدواء ديال المصران، وكونوا متاكدين غادي تبراو من بعد 21 يوم. يعني 21 يوم نتوما تتشربوا هذا اللبن مع النبق، يعني تتشربوا نص سيترو في كل صباح، تتصيبوه بالليل، الصباح تتشربوا نص سيترو، بالليل تتعاود تجيب معاك نص سيترو وانت جاي من الخدمه او في العشيه، المهم تتجيب بالليل نص سيترو ديال اللبن عفوا، وتدير معاه جوج معالق كبار ديال الدقيق ديال النبق اللي طحنتي على يديك، تديرو وهكذا يعني كل نهار كل نهار، تتكمل 21 يوم. من بعد 21 باي باي، وداعا وللابد الرابوز، الرابوز ما غاديش تبقى تخدمو، تنقولها وانا واثقه من نفسي، الناس تنعرفهم جربوا هذه الوصفه هذه، وداعا وللابد الرابوز، ان شاء الله غادي تشافوا بفضل الله سبحانه وتعالى وبهذا اللبن. وتنتمنى الاخواني بارطاجيو وباش ياخذوا الاجر، راحت كاينين كي قلت لكم ناس بزاف ما عندهمش باش يشريو الدواء، والناس اللي باقين صغار في السن وتيعانيو، فالضيقه راه ماشي شي حاجه سهله. وتنتمنى باش ان شاء الله اللي فيه الضيقه